بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اليوم هو اليوم 21 من الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، الموافق 27 أكتوبر 2023. بورك لأمة كربان التي قدمت هذه الوجبات لأهالي قطاع غزة للنازحين، بورك لهم في جهودهم والحمد لله رب العالمين. اضغط على الطرف ضغط وخلص، على الطرف اضغط ضغط، هلا ايوه عشان الثاني ايوه